هل في حد من بره يعني من بره بدأوا يبقى في ناس عايزين نصدر هذا التليفون للخارج؟ احنا كانت دائما خطتنا في التصدير متجهة الى الشرق الاوسط وافريقيا. نعم يعني احنا النهاردة متواجدين في الخليج، في المملكة العربية السعودية، في الامارات، في الكويت، في عمان، متواجدين في شرق افريقيا، في كينيا وموزمبيق، متواجدين في جنوب افريقيا، وكان اتجاهاتنا كلها متجهة ناحية افريقيا والشرق الاوسط. الحمد لله من 3 ديسمبر لغاية النهاردة احنا يمكن جات لنا طلبات من هولندا، من انجلترا، من مالطا، من امريكا، من عدة دول اوروبية. اصل بالنسبة لهم رخيص كلام يعني، ثلاثة ساغي يعني رخيص. اه وكمان مش عايز اقول لحضرتك ان اكتر الناس اللي عملوا معانا اتصال وطلبوا هواتف وبيدرسوا الموضوع هم مصريين عايشين في البلاد دي، بيشجعوا المنتج بتاع بلدهم وهم شغلاتهم الأساسية في التلفونات المحمولة. اكتر الطلبات على ايه؟ اي نوع؟ والله هو اكتر الطلبات على موبايل الرئيس، يعني ده اكتر ده الطلبات اكتر طلبات عليه الموجوده لغايه دلوقتي. يمكن انتوا خلاص سميتوه ده موبايل الرئيس، هو الناس اللي اطلقوا موبايل عليه، سياده الرئيس. احنا مسمينه نايل اكس تيمما بنيل مصر، وقلنا هي دايما البدايه مع النيل، فاحنا بدايه مصر مع النيل وبدايتنا احنا تكون مع النيل، فاحنا مسمينه نايل اكس، لكن الشعب سماه موبايل الرئيس. ده اعلى مستوى من التكنولوجيا، يعني نقدر نتكلم لو اتكلمنا عليه. وانا بشتري ليه اشتري هذا التليفون وما اشتريش، ليه بفضل النوع ده عن انواع اخرى او ماركات اخرى؟ ده اوكتا كور الجيل الرابع، احدث تكنولوجيا. الكاميرتين، في كاميرتين ورا وبصمه، في كاميرا قدام وفلاش. الساعة بتاعته 64 جيجا، وكمان بياخد كارت ميموري خارجي 128 جيجا. الرام بطارية بتقعد قد ايه؟ ممكن تقعد قد ايه لا التجربة؟ بتقعد لا ما لا يقل عند الاستهلاك العالي عن 11 ساعة. ولو استخدامك مش عالي يعني ممكن تنام من غير ما تشحنه. الرام بتاعته 4 جيجا. الاندرويد بتاعه ال 7 اللي هو اخر اصدار من الاندرويد، فهو يعتبر احدث تكنولوجيا من جميع الجهات. ممكن تورينا الكاميرتين اللي ورا كده، ايه مميزاتهم؟ ليه كاميرتين ورا؟ دوت نوع من انواع التكنولوجيا الحديثه، ان هو يطلع الـ الصوره احسن بشكل اوضح. مرينا يا فندم، جرب يا فندم، الصوره اوضح. ليش ما بيشتغلش؟ بيشتغل؟ اشتغل اهو. انا خليته يشتغل لان احنا ضارب فيها فلاش. ورينا يا فندم. ديت اهي. ورينا الصورة يا فندم. شوفوا الصورة اخبارها ايه؟ دوت اهو. ايوه. وري الصورة للسادة المشاهدين كده على الهوا كده. الصورة. ايوه لكن نعم. دي صورتي واضح. انا وحضرتك كمان تمام وشرف ايه. فهو الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه بيصوروا في نفس الوقت. في نفس الوقت. اه دي الميزه. دي جديده. دي جديده. شفتها يا يوسف؟ متشكرين يا استاذ يوسف، اقول لك مصر كلها شافتها. كل الناس شافوها. ايه تاني مميزات في التليفون؟ الرامات بتاعته 4 جيجا، فهو سريع جدا. وفي كل يعني ده يعتبر احدث التكنولوجيات الموجوده. مين حدد السعر؟ حددتوه بناء على ايه 4000 جنيه؟ احنا النهارده ما بنبصش لاي ربحيه، احنا بنبص على حاجتين كشكل رئيسي. يعني مش عايزين ارباح، يعني مش بنبص على مكسب. يعني احنا في مرحله البدايه ديت عندنا هدفين واضحين جدا. جودة التصنيع والتمكن من الصناعة والانتشار، وان احنا ناخد حصة سوقية. دولت الهدفين اللي احنا محددينهم لنفسينا ومركزين فيه. الـ 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 الارباح ديت شيء هيجي
احنا هيجي هيجي احنا مستثمرين ده سوق يعني كسبان كسبان احنا مستثمرين وقاعدين في البلد ديت بقالنا 70 سنة وهنكمل 70 سنة كمان ان شاء الله. ربنا يدينا الصحة وطول العمر ولأولادنا من بعدينا. فهو الهدف فانتوا الاول مش عايزين فلوس مش عايزين مكسب فقررتوا تحطوا السعر ده للانتشار بالظبط. احنا عايزين نضمن جودة كويسة لعملائنا وعايزين نضمن خدمة ما بعد البيع مميزة لعملائنا كويس وعايزين نضمن تمكن من الصناعة واختراق لهذه الصناعة. هي ديت اهدافنا الجالية. يعني احنا عندنا النوع التاني ممكن تقول لنا ده اللي هو ال 3G ده 4.5 بوصة الشاشة بتاعته والكاميرا الامامية 2 ميجا بيكسل والخلفية 5 ميجا بيكسل برضو اندرويد 7 اخر اصدار للاندرويد وهو ده ب 840 جنيه 840 جنيه ويمكن هو يمكن الوحيد في فئته اللي فيه فلاش في الكاميرا الامامية علشان اللي عايز ياخد سيلفي بالليل وبرضو في كل المميزات اللي موجودة في الاولاني يعني هو طبعا اقل في شوية في المواصفات يعني دوت 4 جيجا ده 1 جيجا رام دوت سعته 64 الداخلية ده سعته 8 ده الكاميرا الامامية 2 ميجا بيكسل ده الكاميرا الامامية 8 ميجا بيكسل ده كاميرا واحدة ورا ده كاميرتين ورا ده في بصمة ده ما فيهوش بصمة يعني لكن للنهارده بيستخدم التليفون اللي هو زي الفيتشر فون دوت وعايز يقلب ويروح للسمارت ده يعني احسن حاجه تجاب للاولاد ممكن اللي بيبقوا اصغر سنا ده يبقى برضو اكتر حاجه مناسبه تتجاب. الاخير وممكن نشوف اخر حاجه ده التليفون اللي هو يعني بيستخدم استخدامات النهارده جديده ان هو الناس بتستسهله في مواقف كتيره قوي ده ب 200 جنيه نعم ده يعني في كاميرا برضه بس ده ضعيفه في كاميرا شوية الكاميرا يعني بتاعته طبعا ضعيفه واحنا يمكن زي ما حضرتك تفضلت وذكرت احنا عاملين برضو موديل تاني من غير كاميرا للحاجات اللي بيبقى فيها شويه خصوصيه يعني يمكن اخواتنا في المملكه العربيه السعوديه بيبقى في بعض الاماكن بيبقاش مطلوب فيها تصوير زي مثلا حقول البترول او غيره فموجود زي دوت من غير كاميرا فانتوا عاملين كمان واحد ما فيهوش كاميرا بالظبط العادي ده هايل انا بقول